ومشاهدينا متابعتنا مستمرة معكم، وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السفير الفلسطيني بالقاهرة السيد دياب اللوح. سيد دياب أرحب بك. مساء الخير يا فندم. مساء الخير سيد دياب، بالتأكيد نتابع أبرز التطورات وما يحدث في قطاع غزة. من وجهة نظرك إذن، يعني لماذا اخترت إسرائيل هذا الخيار في النهاية وعجلت به رغم التحذيرات ورغم الحديث بشكل كبير عما يتعلق بموضوع المحتجزين لدى حماس؟ كيف تقرأ تطورات الموقف التي تابعناها منذ ساعات؟ كما أتابع وحضراتكم تتابعون المشهد في قطاع غزة، إسرائيل ممعنة بالمضي قدما في حربها على قطاع غزة. هذه حرب الإبادة الجماعية الممنهجة ضد كل ما هو حي ويتحرك ولا يتحرك في قطاع غزة، كل شيء مستهدف في قطاع غزة. والتطور الملحوظ في الساعات الأخيرة أن إسرائيل قامت بقطع الاتصالات نهائيا عن قطاع غزة، وعزلت قطاع غزة عن العالم الخارجي، بالإضافة لما اتخذته من إجراءات إجرامية وتعسفية سابقة بقطع الكهرباء والمياه، وأيضا دمرت شركة الاتصالات والهواتف الأرضية، والآن هي أغلقت الهواتف الخلوية المحمولة، وحينما نحاول الاتصال بالأهل هناك ترد أسطوانة باللغة العبرية على من يتصل على قطاع غزة، بالإضافة إلى أن قطاع غزة الآن يقع في ظلام دامس جدا ويتعرض إلى قصف وحشي عنيف من الجو والبر والبحر، يطال مناطق عديدة في قطاع غزة، هناك مجازر ترتكب، جرائم بشعة ترتكب، راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمصابين. تم تدمير حوالي 50% من إجمالي مباني قطاع غزة، الطواقم الطبية مستهدفة، الصحفيين مستهدفين، العاملين في المنظمات الدولية أيضا مستهدفين، حتى المواطنين الأجانب من جنسيات مختلفة استهدفوا وقتلوا خلال هذه الحرب، النساء، الأطفال، الشيوخ، المسنين، كلهم مستهدفون. هناك مئات وآلاف المواطنين كما تتحدث منظمات دولية ومحلية تقول عدد أكبر مواطنين تحت الأنقاض، تحت أقوام الركام، غير معروف إذا كانوا هم أحياء أم في تعداد الشهداء. الوضع في غزة ينذر بخطر شديد، وأنا اسمحي لي أستاذ إيناس من خلالكم ومن خلال قناة مصر الأولى ومن خلال مصر الشقيقة الكبرى التي تبذل جهودا مشكورة عليها منذ اللحظة الأولى، والسيد الرئيس الفتاح السيسي يجري اتصالات أيضا منذ اللحظة الأولى بالتضامن والتكاتف والتكامل الكامل مع القيادة الفلسطينية والسيد الرئيس محمود عباس. من خلالكم نوجه نداء استغاثة عاجل إلى المجتمع الدولي، إلى كل المؤسسات الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن، بأن يتحملوا مسؤولياتهم بالتدخل الفوري والعاجل لوقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من حرب إبادة جماعية، لوقف هذه المجازر الدموية البشعة. نحن نتحدث حتى الآن عن أكثر من 7000 مجزرة دموية، نتحدث عن آلاف العائلات التي مسحت من السجل المدني السكاني، نتحدث عن مدن، عن مربعات سكانية كاملة مسحت من على الخريطة الجغرافية. نوجه نداء من خلالكم، نداء استغاثة عاجل إلى كل ضمير حي في هذا العالم بالتدخل الفوري العاجل لوقف هذه الحرب الوحشية الإبادية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وأيضا وقف هذا العدوان الشرس ضد شعبنا في أنحاء الضفة الغربية والقدس. ما يحدث الآن يعني من حصار كامل للقطاع وقطع الاتصالات عنه وازدياد القصف برا وبحرا وجوا، سيادة السفير، ينذر بكارثة إنسانية تضاف إلى الكوارث الإنسانية التي تفضلت بذكرها والتي شهدناها خلال الأيام الماضية. واحد من نداءاتك سيادة السفير كانت إلى مجلس الأمن الدولي، التصويت ضد مشروع القرار العربي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، هو في رأيك بمثابة موافقة على هذه الحرب الهوجاء؟ برغم ذلك سيدتي، نحن ندرك أن مجلس الأمن الدولي قد فشل، وأن المنظمة الدولية في حالة ضعف غير قادرة على أن تقوم بواجباتها تجاه الإنسانية، تجاه الشعب الفلسطيني. لكن نحن الآن في ظروف تاريخية صعبة وعصيبة، ليس لنا إلا أن نتوجه
من خلال أشقائنا العرب، من خلال التسلح والتمسك بهذا العمق العربي والصديق في العالم، بأن نتوجه إلى هذه المؤسسات. لا يوجد مؤسسات أخرى نتوجه إليها، نحن نتوجه إليها، نضعها أمام مسؤولياتها التاريخية والسياسية. لابد أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية والسياسية، وإلا أن التاريخ سوف يسجل أن هذه المؤسسات التي تمثل الإرادة الدولية قد فشلت في حماية شعب أعزل من بطش أحدث آلة عسكرية في الشرق الأوسط والعالم. لذلك نحن برغم أننا ندرك أن الأمور في هذه المؤسسة صعبة، وأن هناك تضارب وتقاذف بالقضية الفلسطينية ولدماء أبناء الشعب الفلسطيني، لكن لابد بهذه المؤسسة أن تتحمل مسؤولياتها، ولابد للمجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته. نحن نواجه حرب إبادة جماعية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، كل شيء هناك يدمر، كل شيء هناك يباد، لا يوجد مكان آمن، لا يوجد منطقة آمنة، الناس يقتلون بالجملة، مربعات سكانية تقصف وتدمر على رؤوس أصحابها وساكنيها دون سابق إنذار، دون أي رادع لأي شريعة أو قانون دولي. لذلك نحن في وضع خطير جدا يتطلب من الأشقاء والأصدقاء سرعة التحرك من أجل وقف ما يجري في قطاع غزة. طيب، ورقة الرهائن في يد المقاومة، في رأيك هل يمكن أن تستغلها إسرائيل مع هذا التصعيد، بما أنه واحد من أهدافها لحفظ ماء وجهها أمام الداخل الإسرائيلي نفسه الذي واجه صدمة في يوم 7 أكتوبر؟ يعني أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذه المسألة، لكن أود أن أسأل سؤال وليس أن أجيب على سؤال حضرتك. يعني هل إسرائيل بهذا القصف وبهذه الأحزمة النارية التدميرية التي تقيمها في غزة وتفعلها في غزة تحرر أو تفرج من خلالها عن أسرى موجودين في غزة؟ هناك طرق دبلوماسية ممكن من خلالها أن يتم تسوية هذا الأمر، مثلما هناك أسرى لإسرائيل في غزة، هناك لدينا الآن احنا أكثر من 6500 أسير وأسيرة، منهم أطفال، منهم شيوخ، منهم مسنين داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية. لماذا المجتمع الدولي يتحدث فقط عن 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 بضع عشرات يعني من الأسرى من الجنود الإسرائيليين في غزة؟ هذا أمر مختلف تماما، يعني وهناك أسرى بالآلاف في السجون والمعتقلات الإسرائيلية. هذا الأمر يتم تسويته فقط من خلال القنوات الدبلوماسية والسياسية، وليس من خلال هذا التدمير الممنهج الذي يستهدف كل شيء. وكما أعلنوا في مصادر مسؤولة أعلنت في غزة أن 50 من هؤلاء الأسرى أيضا قد قتلوا خلال القصف الإسرائيلي الممنهج والعشوائي على مناطق عديدة في قطاع غزة. نعم، أشكرك جزيلا سيادة السفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة.